حلوة حلوة ولسه خطر لسه خطر لسه خطر. جول 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 يا عكورة يا عكورة. اللعبة التصويبة ادي رجل الهدف. طلع مؤمن حسن الكرة الوحيدة اللي غلط فيها وقعت من ايده، قدر مصطفى محمد يحط الهدف. الهدف ده امتى بقى؟ في الدقيقة 91 دقيقة 91 او دقيقة 92 في الوقت الضايع. تاني مع فريق الانتاج، ادي كوره يلف عرضيه منتهى الخطوره وطالع وهدف ثالث. يا ولد يا ولد مصطفى محمد هدف ثالث، مش ممكن مصطفى محمد هدف ثالث. 3-0 ثلاثيه شتان شتان الموقف الداخليه من الاسابيع الماضيه وهذا الاسبوع. بقول لحضراتكم يعني رؤيه جديده للداخليه، بقول لحضراتكم